السلام عليكم. يمكن الوقت يكون متاخر شويه ان احنا نتكلم عنه، ولكن من اهميته هنتكلم عنه تاني. في اواخر شهر يناير ظهر عندنا فيروس غريب شويه على الجنس البشري، وبالاضافه ان احنا هنتعلم ازاي نتكلم عن الموضوع ده بالانجلش عشان لو حد ناقشك فيه تعرف ازاي ترد عليه، بما ان الموضوع مهم جدا والعالم كله بيتكلم عنه. وكمان ما تستبعدش انك لو طالب اعدادي او ثانوي ممكن الموضوع ده يجيلك على هيئه باراجراف انك تكتب عنه. ففي كلا الحالتين الموضوع مهم فعلا، مش معقول يكون العالم كله مهتم بالموضوع وعمال يشتغل عليه واحنا بنقلش فيه. اي نعم احنا شعب بننكته وبنحب نضحك على طول، ولكن الموضوع لما يزيد عن حده بيقلب لحد التفاهة. النهارده هنتعلم ازاي نتكلم عن الكورونا فيروس. وكالعاده لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادينا لايك علشان نستمر، بيفرق كتير جدا. انا عبد الرحمن رمضان and you're watching Let's Talk. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم اكسبريشنز كتير وفوكابولري كتير علشان لما تيجي تتناقش مع حد في الموضوع تكون عارف ازاي انك تعبر عن وجهه نظرك. الموضوع طبعا هيكون بين عربي and in English. Are you ready? Let's jump in. اولا كده تعالى نتعلم ازاي نقول على مدار الايام الماضيه. Over the past few days. Over the past few days. بالتاكيد انك سمعت عن كابوس. You must have heard about a nightmare. You must have heard about a nightmare. بالتأكيد انك سمعت عن كابوس العالم كله استيقظ عليه او صحي عليه. You must have heard about a nightmare the whole entire world woke up on. You must have heard about a nightmare the whole entire world woke up on. تعال بقى نشوفها جملة كاملة. Over the past few days you must have heard about a nightmare the whole entire world woke up on. لو انت بتتناقش مع واحد صاحبك وحابب انك تقول له انت سمعت عن الكورونا فيروس ده، have you heard about the coronavirus? Have you heard about the coronavirus? الموضوع مهم جدا انك تعرف عنه كل حاجه لحمايه نفسك وعائلتك من مجرد طاعون. It's extremely important to know everything about it to protect yourself and family from such a plague. عرفوا كويس قوي ان في الصين بياكلوا كل حاجه ممكن تخطر على بالك. You know very well that in China they eat everything you can ever think of. وبطريقه ما الفيروس ده انتقل من الحيوانات للبشر. And somehow this virus has transferred between animals and humans. تعال نشوف بعض الاعراض اللي بيسببها الفيروس ده. Let's look over some of the symptoms this virus causes. Let's look over some of the symptoms this virus causes. الاعراض دي مشابهه لحد كبير لاعراض نزلات البرد. These symptoms are pretty much similar to the ones caused by a cold. لما بنصاب بالبرد احنا بنكح، احنا بنعطس، والزور بتاعنا بيكون جاف، وكمان مناخيرنا كده بتقعد تشرشر ولا بتتسرب. When we have a cold, we cough, we sneeze, our throats get really dry plus running nose. When we have a cold, we cough, we sneeze, and our throats get really dry plus running nose. حتى اللحظة اللي احنا فيها دي 2% بس من الناس المصابة هم قد توفوا. Up to this moment, only 2% of the infected people were dead. ولسوء الحظ من بينهم الدكتور اللي اكتشف الفيروس ده. And unfortunately, including the doctor who found out about this virus. والكلام ده معناه ان 98% من الناس المصابة تم علاجهم. And this means 98% of the infected people were treated. هل الماسكات الجراحية دي بتساعد؟ Do surgical masks help? Do surgical masks help? بطريقة ما هي بتساعد ولكن مش بالشكل الكامل. Somehow it helps, but not completely. Somehow it helps, but not completely. لأن الفيروس ده ممكن يتنقل عن طريق العين، وبالإضافة للكلام ده إن السيرجيكال ماسك دي أو الماسك دي ما بتلزقش قوي على النوز من الماوث. Because the virus can be transferred through the eye. In addition, it leaves some gaps over your nose and mouth. طيب إزاي إن إحنا نقي أنفسنا؟ Okay, well, how do we keep ourselves safe? Okay, well, how do we keep ourselves safe? خد بعض النصايح دي. Here are some tips. Here are some tips. أول حاجة اغسل إيدك كويس جدا بالمية والصابون واستخدم المطهر لو أمكن ذلك. First, wash your hands regularly with hot water and soap and apply hand sanitizer if possible. Wash your hands regularly with hot water and soap and apply hand sanitizer if possible. تاني حاجة لما تيجي تكح أو بتعطس لازم تغطي
الحتة دي أو المنطقة دي بمنديل. Cover your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing. Cover your mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing. وارمي المنديل على طول في صندوق القمامة. And immediately throw the tissue in the trash bin. And immediately throw the tissue in the trash bin. ليه بقى الكلام ده؟ لأن الفيروس ممكن يعيش على المنديل لمدة 15 دقيقة. Because the virus can live on a tissue for 15 minutes. Because the virus can live on a tissue for 15 minutes. والطريقة الصحيحة إنك تعطس أو تكح بدل ما تعمل كده تعمل كده. حاول إنك تتجنب إنك تكون على اتصال مع أي شخص عنده الأعراض اللي اتكلمنا عنها في البداية. Try to avoid any contact with a person who suffers from any symptoms we have talked about. وفي النهاية أهم نصيحتين: take it serious before it's too late and follow along all the latest updates about this virus. والكلام ده معناه إنك لازم تاخد الموضوع بجدية لأن فعلا في حالات توفت، وكمان follow along وأعرف أكتر عن أحدث أو أهم التحديثات عن الفيروس ده. وفي النهاية thank you very much for your watching. I do appreciate it. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب القناة وادينا لايك علشان بيدينا دفعة لقدام. And I'll see you next one.